بمقطع اليوم راح تشوفوا اكبر تجمع لليوتيوبر العرب بالشرق الاوسط، وقابلنا كل اليوتيوبر العرب وصورنا معهم، ومو بس هيك راح تشوفوا بالفيديو فلوج وتغطية وفعاليات راح تعجبكم، فشاهدوا المقطع كامل واعطوني رايكم بالنهاية. طيب يا اخوان، بالبداية اجتنا دعوة من فيتكوين ابو ظبي، واللي ما بعرف فيتكوين هي عبارة عن تجمع لاكبر المشاهير العالم الاجانب، لكن السنة هاي قرروا انه يعملوها للعرب ولاول مرة، فارسلوا دعوات لاكبر اليوتيوبر العرب وطلبوا مني ان نكون متواجدين بالايفنت ونغطي لهم اياه ويكون في فعاليات بالايفنت، وانطلقنا للتغطية. ضل علينا هسه نروح ناكل اشي ونطلع على الطيارة، مضى الوقت قد ايه؟ والله ربع ساعة يا دوب نلحق والله. ايه يلا 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 يلا. شوف احمد شو حابب، شوف وش انت عبارة فيها الكاميرات والعدة واللابتوب والاشياء هاي. يلا يلا سلام، نشوفكم الطيارة. طيب يا اخوان، اول شيء السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن حال. حاليا حفرجيكم المؤتمر او نغطي لكم الفيتكوين بشكل عام بطريقه ما اعرف صراحه، انتم عارفين مو متعود على فلوجات، ف يعني مش عارف كيف راح يطلع معي، بس اوعدكم انه راح تكون الجوده النهائيه جميله. فنقول 1 2 3 ليتس جو، خلينا نشوف مع بعض كل الاستجات مقابل كل اليوتيوبر وتصور معهم وفرجيكم الفعاليات الحلوه. يلا ليتس جو. فعليا وصلنا المؤتمر وبلشنا نغطي، واول شخص قابلنا اللي هو انس واصاله، جلسنا معهم شوي حكينا تعرفنا عليهم وانطلقنا نقابل باقي اليوتيوبر، لانه لسه اليوتيوبر كثار اللي موجودين. اول يوم زي ما شفتوا كان مقابلات مع اليوتيوبر وتعرفنا عليهم ودردشنا ومزحنا مع بعض. ثاني يوم الايفنت كان في لقاءات لليوتيوبر، تطلع على ستيج وتحكي وتلعب وفي فعاليات حلوه. هسه راح اترككم مع بعض الفعاليات وتشوفوا شو صار. سقف كبير لمهند يا جماعه. مهند هرم نورتونا. نوره شو اخباركم؟ الحمد لله نور موجود. احنا يعني هي 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 جلسه عائليه هيك مع بعض. احنا متى دخلت عالم اليوتيوب؟ دخلت عالم اليوتيوب بال 2018 بعد ما نهيت دراستي اللي خلصت بكالوريوس ماركتينج، بعديها دخلت عالم اليوتيوب عشان اكون متفرغ لليوتيوب. حلو علي؟ والحمد لله يعني من 2018 لليوم صار عندي 3.3 مليون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني مو كانت يعني البدايه صعبه 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 علي، لانه كده احكي لك الصحه معدات اشياء كثير كثير كانت فيه مشاكل بالبدايه، لكن الحمد لله تجاوزناها وقدرنا نوصل. ولكن انت اكبر مثال انه اي شخص يب. لاي يب. شخص ما في حجه. يب يب يب، هاي نقطة مهمة. أنا كنت من الناس ما بطلع خارج البيت، بخاف من نظرة الناس إلي. فهمت علي؟ بخاف من نظرة الناس إلي. كيف قدرت إني أكافح وأصير أطلع قدام الملايين أحكي عادي؟ عليك اني اصير يوتيوبر واحكي بالكاميرا وانشر عادي، هاي كانت اكبر مخاوفي. أيوة يعني أيوة كانت أيوة. يعني اخذت وقت كثير حتى قدرت اتجاوز هاي الشيء كثير كثير. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. يعني الحمد لله. اعتقد زقفه لمهند هون، زقفه لمهند هون. اعتقد هو اكبر مثال انه ما في شيء مستحيل. طب مهند انت هون ببيتكوين، خبرنا عن تجربتك انك تعرفت على الجيمرز الثانيين. تعرفت على كثير يعني اليوتيوبر كلهم تعرفنا عليهم، يعني كانت افضل يعني افضل شيء انه قابلناهم تعرفنا عليهم، ممكن صنعنا محتوى مع بعض هون مثلا. حلو. يب صورنا ستوريات انستغرام سناب شات غيرها، يعني استمتعنا صراحه كثير استمتعنا وتعرفنا. اهم شيء صراحه اهم شيء انك تتعرف على شخصيه اليوتيوبر الحقيقيه اللي هي باك اوف ستيج ورا الكواليس موجوده ورا الكاميرا. يب يب بصراحه كلهم جميلين بصراحه، يعني من اروع الشخصيات لما تتعرف عليهم ورا الكاميرا صراحه. طب انت بتشوف انه ممكن مثلا الجيمر يعمل كولابوريشن مع البيوتي، والبيوتي تعمل كولابوريشن مع الترافلينج والامور هاي كلياتها؟ يب 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 بالعكس. مثلا المحتوى مثلا حاليا الجيمنج بصير يعمل جيمنج، ومن ضمن الجيمنج بطلع فيه مثلا تحدي، بطلع فيه فلوج برا يعمله. فهمت علي؟ ميكس فينا وكثير حلوه، لانه الناس بلشت تمل من الجيمنج، اذا كان جيمنج لحاله يعني الناس تمل منه، ضروري يعني انك تربطهم مع فاق، كثير حلوه صراحه. صراحه يعني انا اقول لكل شخص الشيء اللي انت بتحبه من داخلك اسعى وراه، اي شيء انت بتحس انه انت تميل له وبتحبه
اسعى وراء، انت شخص جيمر وتحب الالعاب يعني امشي وراها. مثلا هي مجرم جيمز وخلودي من اقدم الناس بمجال الجيم. هلا بعد السجن هاي مجرين احنا على الستيج يعني هذول من الناس اللي بدوا الجيم، انه انت تبدا بالجيم واليوتيوب وما لك اشي، لا ارباح ولا لك اشي، تعمل لا اشي وما راح يجيك منه اشي، فهمت علي؟ وظلوا وراها وما شاء الله عليهم، هسه من اكبر اليوتيوبر بالوطن العربي، فهمت علي؟ فالشخص اللي يسعى ورا حلمه هذا اللي نحكيه والله. وهون خلصنا المقابله وقرروا انه يخلونا نلعب انا وبنين جيم فيفا هيك، فعليا رحنا لعبنا انا وبنين وكان جيم جميل جدا. وشوفوا كيف ردت فعل الشباب، كيف فضحوني وانا قاعد العب. او لمين راح يكون الغلبه؟ مين برايكم راح يفوز؟ مهند اكيد. مين راح يفوز؟ مين تتوقع راح يفوز؟ مهند بنين، انت عم تقول الاسمين؟ لا ما حفوز يا جماعه، يعني ابدا بنين كم حابه تفوزي؟ انا كم حابه افوز؟ يعني انا متاكده اني ما راح افوز، بس يعني اكيد حابه محاوله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ليك انت ما تصدم 100%؟ مش قوي. انت ما تصدم 100%؟ صح حتى اقول 100%، صدم 40%. اوكي. شو رايك؟ فاشل يا اخي. شو رايك يا ريال؟ اربع فرص. بنين عم تهجم، هذا راح يكون الجول الاول لبنين. النتيجه 0-0، ما زالت 33 دقيقه من المباراه. 0-0. بنين المرمى في خطر، لكن والله صعب يا مهند. شو رايك يا خلود؟ انا مستواهم جدا فاشل، يعني التكتيك واضح جدا، وانا اتوقع اني راح انام. وخلصنا من اللقاء الاول، وكان لنا لقاء ثاني حكينا فيه وانبسطنا فيه مع بعض. خلينا نفرجيكم بعض لقطاته سريع. الشوط الثاني ما ادري ليش عصب فجاه كذا، ثلاث اقوال في دقيقه واحده. تخيل لما هو انا كنا ماشيين اللعبه ببساطه، بس هم حمسوني زياده يا اخي. انا شوف يعني هو حمسني زياده، انا ما عملت شيء والله ما عملت شيء. بعد ما خلص لقائنا انا ومجرم جيمز وخلودي وبنين، كان بعدين اللقاء لابو فله. شوفوا شو عملنا احنا. هسه راح تشوفوا متابعينا كفل. أبو فلا سؤال التقينا ايه يا غالي، اكيد هذا السؤال وانتقلنا للفعاليات اللي كانوا يعملون اياها. كان في فعاليات من يوتيوب، فعاليات من انستغرام، حجزوا لنا عالم فيراري كامل فقط لليوتيوبر. تعالوا خلنا نفرجيكم كيف لما رحنا احنا واليوتيوبر وصورنا وانبسطنا هناك. شوفوا كيف كان الاستقبال يا اخوان، انتم متخيلين كيف يعني حاجزين عالم فيراري كامل فقط لليوتيوبر؟ يعني ما معنا ناس غيرنا، كنا عارفين بعض يوتيوبر وقاعدين نلعب العاب عالم فيراري لوحدنا. طيب حاليا احنا هسه دخلنا فيراري وورد. مهند تعال، مهند والله تيجي، والله غير تيجي، والله غير تيجي. لا معنى. اسمع انا ما يمدخل بشرط. مهندك تلعب. يلا اوكي يلا شوم. ما يلا دخلوا امو. يلا مهند ليش ما بتلعب؟ العبين ليش ما بتلعب الالعاب؟ عشان نلعب نشرب لنا شيء على الاقل. قناه رعب قهوه شيء مسوي قناه رعب. انا حاكي بالقناه من قبل اني اخاف العب. ترمي بنفسك للتهلكة. خلنا صور فلوق انا كمان. شو صور؟ طبعت يا باشا كملتي وصور فلوق انا كمان. هلا وسهلا بالاردن، والله بحكي عن الاردن. مشتهي منسف. يلا حييك والله تعال. هاي مهند بقول لك تعال. هاي مهند بقول لك تعال. ماي جاد. والله مجانين. شو بتقولون؟ والله مجانين. زيد ريدي جو. بعد ما خلصنا فيراري وورد كان في ايفنت من نفس يوتيوب، كان ايفنت جدا جميل واستمتعنا فيه مع بعض. خلنا افرجيكم يمكن بعض اللقطات منه.
وبيك نكون غطينا كل الايفنت. اتمنى ان المقطع نال اعجابكم، اعذروني يمكن المقطع كان مخربط، انا مو متعود احمل الفلوقات وانتم عارفين هذا الاشي، فاعذروني فيها. وان شاء الله الفيديوهات القادمه تكون افضل، او السفرات الفلوقات الايفنتات القادمه تكون افضل باذن الله. اذا مو مشترك في القناه اشترك وشرفنا بالقناه، خلينا نوصل 4 مليون اخ واخت بالقناه باقرب وقت ممكن. اترككم بحفظ الرحمن من هون لمقطع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.